اسمي جمال عيد، محامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. من 30 سنة بالظبط، في سنة 1986، عمال السكة الحديد قاموا بإضراب. نيابة أمن الدولة قدمت تحريات كاذبة بالنسبة لهم. المحكمة عملت حكم تاريخي إن العمال أضربوا لظروف العيش والفقر الشديد اللي بيعانوا منها، وإنه على الدولة إنها بدل ما تحاكمهم توقف الفساد وتراعي العماش ولقمة عيشهم. النهاردة بعد 30 سنة عمال الترسانة البحرية بيتحاكموا لأنهم بيعانوا من نفس الظروف، فقر وظلم شديد بيعانوا منه، والمرتبات هامشية. لما هددوا بالإضراب بيتحاكموا محاكمة عسكرية بعد 30 سنة من حكم محكمة بأن الإضراب مشروع للعمال. بيجي الحكم العسكري بيعاقب العمال وبيحاكمهم عسكرية. عمال الترسانة البحرية يستحقوا تضامننا ودعمنا. عمال الترسانة البحرية يستحقوا حياة بكرامة، يستحقوا عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مش محاكمة عسكرية.